جاء في الاخر في نحاول من خلال هذه الإطلالة أن نسلط الضوء على بعض الأسماء ممن أسسوا جبهة التحرير الوطني التاريخية هنا بمدينة وهران. أريد أن نستنطق الذاكرة من خلال هذا العرض، عرض هذه المحاضرة، وكذلك استنطاق من كان لهم لقاء مع هذا الجيل تاع نوفمبر. وبالمناسبة عندنا من بين الناس اللي بقوا لقيت الحياة، عندنا عمي قدور أو بالطاهر عبد الرحمن الفدائي اللي حكم عليه بالإعدام والذي شهد التحضيرات الأولى وكان عنصرا من هؤلاء الشاهدين من خلال لقائه بالحاج بن علّه ومساهمته في تعليم الوطنيين بال يعني بال تدريب استعمال الأسلحة. كانت عندنا غير دي فوزي تشاس، هذا ما كان. فرنسا هذاك الوقت كان عندها لي طونك لي شار طيارات لي بي 29 دوك تقال لي بي 26 لي زيليكوبتر لي بومب. لو شيف دو كومباني ولا شيف دو هذاك دو سيكسيون عنده على ليبوك المات 49، وحنا الجنود سام زعما مساكين غير بندقيه تاع سياد كي نديروا معركه ولا هما عاد كي يتسلحوا بهذاك السلاح تاع الجنود تاع فرنسا.